مبروك للأردن، لأنه هذا حق بالأول وبالآخر. إحنا الحمد لله حق وأخذنا، ومشكور طبعا سمو الأمير علي على جهوده اللي بذلها، اللي كان متواصل دائما هو مع الاتحادات بخصوص العقوبات، والحمد لله رب العالمين بالآخر ظهر الحق الحمد لله. كان بهن عودتهم للفريق وعودة الفريق لوضعه الطبيعي. بتعرف الفيصلي زعيم الكرة الأردنية ومن أكبر الفرق بالقارة يعني الحمد لله، وإجت بالوقت المناسب إن شاء الله. وبالتأكيد كان في قلق، لكن كان في تفاؤل بالمقابل، كمان كنا متفائلين كون القانون معنا الحمد لله. الاتحاد الآسيوي منفصل عن الاتحاد العربي، الاتحاد العربي يعني له استقلاليته عن الاتحاد الآسيوي. كان قاسيا في اي نعم كان قاسي، بس الحمد لله حقوقنا واخذناها.